الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سلموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله سمع الله لمن حمده
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah
الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولكن أكثرهم لا يعلمون
سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
We do these things to encourage them to come. I see, to like the hardly in the kids,
today at school tomorrow. But the weekend, inshallah, try to bring the kids, inshallah. And that's why we do these things, to try to bring the kids to the masjid, inshallah, and make them aware that there is such a thing as a Muslim community. And Salat al-Eid, just in case if you don't break up with us after today, Salat al-Eid will be 8 o'clock, inshallah, whatever day, whether it's Sunday or Monday, 8 o'clock, and the second Salat will be at 9 o'clock, inshallah. So two Salats, 8 and 9, bi-idhnillah, so. The first one, the first person is going to take the smartwatch. I haven't seen who the person, whether it's a boy or a girl, because the boys were complaining yesterday, why do we give priority to the girls? So the question was, Yusuf alayhi salam has been mentioned in the Quran in how many surahs? And if you can name the surahs. Sorry, just the sisters, they want to see the thing on screen. We're just going to switch it to the other camera. So the question is very simple. Prophet Yusuf alayhi salam has been mentioned in the Quran in which surahs? And you want to give the answer? Go ahead. Is that it? Yeah. You sure? Yeah. Anyone else? Come. Doesn't matter. If you don't know, it doesn't matter. Surat Yusuf, we know. Surat Ghafir, we know. You don't. Keep it to yourself. Anyone else? Surat Nam. I looked and I said, please don't. It doesn't matter. Anyone else? No. Okay, it's three surahs. Who said Surah Anam? You said it. You know Surah Anam? If you repeat the ayahs where Yusuf is mentioned, you get a prize. The one in Surah Anam. Anyone that repeats it now, they get the prize. The one in Surah Al-An'am. In Surah Yusuf, it's all over the place. Whatever page Surah Yusuf is mentioned. And in Surah Ghafir, it's pretty easy. But in Surah Al-An'am, he's mentioned amongst other prophets. So if you get this one right, you get a prize. وإسماعيل واليسع وإنس والمقار وكلا فضلنا على العالم ما شاء الله. This is what we wanted to hear. And what would you like us to do? He does deserve it. He does. Some qaris, when they read it, especially when they reach this bit, they have to take a deep breath before they can read it. Because any small mistake, that's it. You're gone. It's difficult to come back. But anyway, so the first one is Sayyam Habib. Sayyam Habib. You won yesterday? Day before yesterday. Day before yesterday? All right. Is it just one of you in here? You have any? Sayyam? Huh? You have? A brother, mashallah. You give him the first present and you take the second. Bismillah. You get the smartwatch. And the second one is
Muhammad, that Muhammad didn't answer it right. He said only one surah. But since we mentioned his name, might as well. Muhammad al-Shihabi, or Shihabi. It's not clear. Alhamdulillah, he's not here. He must want another one. And the other person, again, they didn't get the answer right. One more. Didn't get it right. Two more. This one is what? This one got three, yeah. So yeah, how many did you put? You sure? First one for you and the second one is for your brother. You both answered it right. MashaAllah ta'ala. Is it what's your name? Your brother's name? Ismail. Yeah. No, you got Maya Habib. Well, that's Umay as well. I got twin brothers, sisters. I told you there was something. Is that your dad? Yeah. Is your name Sayam as well? One more. You know what? The whole family gets chocolate. The father, he brought them here, so he deserves chocolate, mashallah. And for Brother Muhammad, isn't it? Imran. Ibrahim, then yeah, then Ishaq, then Yaqub, then Yusuf. That's why you know the Yusuf, because you know the lineage. That's why. Ibrahim. When you finish, inshallah, I'll give you. No more left. For you. Yeah, for you, the whole thing is for you. No more. Jazakumullah khairan, and inshallah, tomorrow we'll have more. Inshallah. Why didn't he do sujood sahw? If the imam forgets to do sujood sahw, the majority of scholars, or most of the scholars, they say that salat is sahih. And when he remembers, whenever he remembers, he can do it. Having said that, in the nafl, it's slightly different. This is in the fard, but the salat is sahih. And this is not Maliki madhab, by the way. The Hanabila, they say the same. And the scholars, the majority of the scholars, they say the same. Just to make it clear. Jazakumullah khair. So, Mu'tadim. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا مس الإنسان ضر دعانا
الذين كذبوا على الله وجوههم
جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشرقت الأرض بنور ربنا
الحمد لله رب العالمين.
سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنت العزيز الحكيم.
وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الله سمع الله لمن حمده. الله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وما كان لهم من الله
الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله